عدد نقاط البيع حاليا احنا عندنا نقاط البيع قرابة ال 14، وقاعدين نزيدوا كيف قلنا حتى في رمضان باش نزيدوا، منتشرة من العقبة حتى للكرتاج بيرسا، بورصة درية، حي التضامن، العقبة كيف قلت، ريانة، الكرم، كل نحاول نغطيه أكثر جهات في العاصمة، ولكن في نفس الوقت الطريقة متطورة بطريقة نسق سريع معناها. بالنسبة نرجع للأسعار، الأسعار هي أول شيء السعار احنا مبرمجين في شهر رمضان بالنسبة للحم العجول 17 دينار، والصدر العجل ما بين 10 و500 إلى 11 دينار. بالنسبة للخرفان هي معناها السعر الستاندار نتاعنا هو 18 دينار، مع العلم أن الصدر نتاع الخرفان هي قرابة 13 دينار.